السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني الكولسة وين نقولوها بكل صراحة، وين فوزي لقجع وقبضته الحديدية على دواليب الكا تأتي بثمارها على الكرة المغربية. إفريقيا تحت السيطرة بالكولاسة وعلى المستطيل الأخضر. شاهدنا أمس السيطرة بالطول والعرض على أطوار المباراة، واستحق وين الوداد استحق اللقب بكل جدارة، لكن الملعب لعب دور بشكل كبير. ببساطة هذه هي الكولاسة الإيجابية. وليدو أكثر كولاسة ولا بشكل عام؟ انا نقول الف مبروك لخاوتنا تاع الوداد، رغم انني مناصر وفي وعاشق للرجاء، يعني الرجاء البيضاوي الله غالب، خاطر حنا شاهدنا من لهنا منا في الجزائر خرجوا يكلاكسونو طيط طيط. حنا الله يسهل، لا خاطر كاين اللي يجي يقول لك انت كيفاش تبغي الرجاء، انتوما كيفاش تبغوا منتخب من أندية أوروبية يشو الحلوف يدوروا الحلوف. أنا كاع ونسيبورتي إيكيب تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي خويا متالي كاع. أنا ما غاديش نسيبورتي إيكيب، نسيبورتي كاين المنتخب الوطني الجزائري، كاين شباب الوزداد، كاين الرجاء، وكاين المنتخب المغربي غادي ناصره في كأس العالم، وكاين تجي ريال مدريد وتجي موراها الأرجنتين، مي مكاش طليان كاين الأرجنتين، هذا مكان خويا. متالي حنا نعاودو نولو، خاطر على خاطر شاهدناهم بلي فيديو وين هولا مدريد هولا مدريد هولا مدريد، والله ما يعرفوكم كاع هذوك اللي دايرينكم ويعرضوكم ويجيبوكم ويديروا الأخرى. هذيك مدريد جمعيات مدريد ترسل لهم الدراهم، يدير لك تريفيزيو يدير لك منا يدير لك، هو راه يبين للاداره تاع مدريد باللي راه عندنا دي سيبورتير هنايا راني داير لكم وصاي. هذا مكان متالي كاع خويا. وين نتكلموا على الكولاسه، تعقلوا اللي كنا نقولوا يا ودي يا جماعه، اللي قلنا الناس تعرف الكولاسه ماشي قضيه يشري لك لي بارتي، يا جماعه ماشي يشري لك لي بارتي، يحميك يحمي لك يحميك من الذبان الازرق، يحميك يحميك من الكولاسة، يدير لك اربيت اللي يكون هو عارفه، يدير لك يوقف كيما الناس تخاف لي زاربيت يخافوا بزاف صوالح. حنا نعقلوا مليح، كانوا الناس هنا في التلفزيون يدير لك هاك، حنا ما جبنا لا كولاسة لا والو، حنا بنيتنا النية تنفع، النية تنفع كيما هذاك برناوي قال لهم ستة شهور بالبركة تاعي جبنا كوب دافريك، بالبركة كاينة في البروطاوي. عاودي انا الشيطان ها الرسول صلى الله عليه وسلم كهدرنا على البوله وقلنا علموا ابنائكم كره القدم. حنا ديجا في الاسلام تاعنا وفي القران ما كاش كاين السباحه ركوب الخيل والرمايه، هذا مكة قالها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، واعدوا العده، هذا مكة وجد روحك مليح صنع سلاحك وجد جيشك وجد كلش وشري تنجم تشري اللي يهز الموند، تشري اللي يهز الموند، مكة الزعاقة هذه اللي نعرفها هنايا، هذه هي متالي كاع. على هذيك نقول لكم نعاودو نولو، راك تشوف كيفاش لقجع كيفاش مشى في الطريق، عرف تشوف حنا هذه خدمتنا، حنا خدمها الحاج، خاطش كاين بزاف شحال من واحد مقور مقور مسكين مقاقري، هذو المقاقري هذو اللي ما يعرفوش، يقول لك الحاج شاد جاب القاب با تعرفوا صح، با تعرفوا الميداي 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 اللي ما عطاوهاش لزاتشي، قالوا له نتايا نزلتو من الكار وراي لوطوك، قال لهم لوطوك اركب فيها وروح، با تعرفوا الميداي شكون اللي وصلوها له تلداره،
35 مباراة. سقسوا الناس اللي بغوا يقولوا لكم، قولوا مي جبنا الكوب دافريك وجينا جايين، شكون اللي جا في الطيارة خلات الناس راحت باش نزل عيط لولدو جاده، شكون هو؟ الحاج محمد راهو جا في الطائرة نورمال، تاع اللي جابت اللعابة نورمال خويا، باش يكون على بالكم. ناس عرفتوا الكولاسة كي دايرة؟ حنا الكولاسة الصيف الدات ماشي شرينا، بصح الفينال اندارت هنا في الجزائر، الفينال اندارت هنا. الكولاسة لي ياسما لعبت في بولوغين فينال، عرفتوا الكولاسة كي دايرة؟ لعبت في بولوغين الفينال. راك تشوف حنا الكولاسة بجاية اللي راهي دروك راهي تحت لعبت فينال. حنا الكولاسة روحوا سقسوا هرادة على يبغي الحاج محمد راوراوا لعبت دومي فينال، عراس هرادة روحوا سقسوه على يبغي الحاج، روحوا سقسوا عرامة نهار اللي عيطلو قالو الماتش غادي انا ندبر راسي من الناس سكتو، روحوا سقسوا عرامة نهار اللي روحنا لبوركينا فاسو وبلوا عليه الويفي الماء الكليمة يعني ظلمة، تليفون واحد برك عيط لهنا المدور، مدور عيط لاخر كوباو عليه كيزا تشيكي مدور، شتا يدير هرادة؟ حرحات كان معاه عراويره وكان معاه يسمو ماشي حرحات هذاك صحافي وخد اخر جفاف كان معاه، عيطوا للقرباج، قرباج عيط للحاج تليفون برك ربع ساعة برك هدرة طاك طاك دارت تليفون طيقوا الماء طيقوا الويفي طيقوا الكليمة أيا أدمر باش يكون على بالكم. وكاين بزاف أمور، كاين بزاف أمور أمور كاين بزاف كاين بزاف صوالح الحاج تبدا تهدر عليه عام ما تكملش الإنجازات تاعو، كون تجيبهم من 76 وتجي جاي ما تكملوش الإنجازات تاع الحاج ما تكملهمش ما تجيبش تكملهم، مازال لليوم يا وجوه المقاقر جيت تهدر لي على الحاج شادار الحاج انت راك تعبت في بن ناصر صباح وحشيه، الحاج هو اللي جابه لك، الحاج اللي المدرب اليوم اللي راكم تعبدوا فيه صباح وحشيه لو كان يهدر الحقيقه شتا قال له؟ قال راه هنايا ومين جابلو جابلو الدبلوم تاعو من مصر، الدبلوم التالي باش يقرا ما قراش ديريكت جابلو الدبلوم باش يكون على بالك ولدي خويا، ومين يعرف روحو دار غلطه مع الحاج، مين عرف روحو دار غلطه مع الحاج وشاف الدعوه صعيبه خرج في الندوه الصحافيه قال لهم الرئيس الاتحاديه السابق عيط لي في 2010 باش نلعب كوب ديموند وانا كنت مبليسي، فما بغى يصنع طابي بصح هذاك الطابي كان فيه غير ميطرا برك ما مشاش، باش يكون على بالكم. تجي تهدر الحاج كان حاج كوب دافري حشاها لمصر، شو مصر كانت قوية كانت كبيرة ما عطيش في الكولاسة في ليكيب تاعها حشاها لهم، غير مي جينا مقلعين من الجزائر من الجزائر رايحين لمصر غير كلش، وهذيك تاع الجزائر باعت لمصر هذيك فما كانوا يحوسوا يوسخوا في الحاج محمد راوراوا كيما بغاو يجيبوا فوزي شاوشي ويقول لهم بعنا الماتش، يقول لهم راوراوا قال لي بيع الماتش، فوزي شاوشي زوج ملاير مخطوطه فوق الطابله قال لهم لا انا ما نخدمش هذه الخدمه ادوا دراهمكم وروحوا، باش يكون على بالكم بغاو يحوسوا يوسخوا الحاج هذا مكان. ومين هدر سعدان داروا عليه ضغوطات يعني سعدان روحوا ضروك سعدان اللي عاودها لكم، روحوا قولوا سعدان اللي عاودها لكم، قالت كان فيها حداد كان فيها بعض كانت مخلطه قالوا له دير ولا ما ديش نقلوا لك السكنه تاع الياس تياس ونقلوا لك الشهريه تاعك ونقلوا لك الترواب بيي اللي راهم عندك، شادر خرج قال لهم باللي بعنا الماتش يا صايك نورمال الناس قلعت فيها تاع بعنا الماتش هذا مكان، هذه باش يكون على بالكم باش يحرقوا الحاج يحوسوا يوسخوا ما داروا كلش باش يوسخوا جندوا كاع الاعلام تاع الجزائر وتاع شمال افريقيا باش يطيحوا الحاج سوالي متالي قال لهم هو لا وين قعدوا تشو هودوا غير بشويه هودهم كل رونديلات ولا يقيس فيهم كل رونديلات هود تدخل كل رونديلا على هو الحاج ارا وراه ضروك باش نقابلو وباش الناس تذوب
الحاج راه جاي، الحاج محمد راه وراه. انا كي راني نقول لكم راه جاي، انتظروا انتظروا المفاجاه. السكات اللي راه ساكتينه راه تطرطق يا وجوه وجوه الذل اللي تبغوا الذل، اللي تبغوا الناس تبول عليكم. غادي يكون زيد غادي يولي يطيح. نسكت خير.